يقول السائل: إذا ثبت بالتجربة أن استخدام بعض الأبخرة وبعض الأعشاب النافعة أنه نافع ومزيل لأثر العين، فهل يجوز استخدامها لأجل هذا الأمر؟ العين تعالج بالرقية، تعالج بالرقية وبالدعاء، ما تعالج بأدوية. الأدوية ما تصل، هذا كالسحر اللي يعالج بالأدوية المناسبة. أما العين فتعالج بالذكر والرقية والقراءة. نعم. واستغسال العين إذا عرف يطلب منه أن يغتسل ويأخذ غسالته وتصب على المصاب ويشفى بإذن الله. نعم. فضيلة الشيخ صلى الله عليه وسلم: العين حق، ولو أن شيئا سبق القدر لسبقته العين، وإذا استغسلتم فاغسلوا. نعم.